ركز المتظاهرون في الجمعة العاشرة على مطلب محاسبة السعيد بوتفليقة الذي شغل منصب مستشار لدى الرئاسة. وفي ساحة أودا هتف المتظاهرون بشعار الشعب يريد محاسبة السعيد والسعيد رأس العصابة، كما رفعت لافتات تتضمن صور شقيق الرئيس السابق الذي حمله المتظاهرون مسؤولية تعميم الفساد المالي وتسهيل نهب المال العام. وحسب المتظاهرين فإن السعيد بوتفليقة هو الذي كان يريد الكارتل المالي ويأمر مديري البنوك بتسهيل حصول رجال الأعمال على قروض وتهريب الأموال إلى الخارج، ويجب أن يحاسب. فما تبقى أن نقول: اللهم احفظ بلادنا من كل سوء. سلام.